تعال نجد المنى والغرام، كفانا البعد غيام. تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب. أنت الهوى، أنت ملء الأماني، حياتي أنت، فداك أنت، دنيا الغد، الأحلام الغد والقبل وكل الأمل. هرب بلدي منذ أكثر من سنتين، وأعلن التلفزيون أمام حقيقة مختلفة مما حلموا، عندما في الشوارع كانوا يطلبون إسقاط النظام. بعد الثورة، النتيجة الأولى مرئية في أوروبا هي ارتفاع الهجرة السرية، والف الراغة على قوارب الموت وصلوا إلى لامبيدوسا. الفقر، البدالة، عدم فرصة المستقبل، الرغبة في رؤية العالم، شهوة تجربة جديدة، إرادة النجاح، لكلهم أسباب مختلفة لاختيار سبيل الهجرة. عندما بدأ الثورة سقطت الرقابة على حدود تونس. مرحبا يا مؤمن الكحيلة، مرحبا يا فايز عندينا. يا يزن يا غايب وليس مخمخ دينو ونيز هذا مخمخ دينو. لا بدوزي لكن القانون الأوروبي لتحديد الهجرة كان عائقا لتحقيق أحلامهم. C'est le centre de détention provisoire de Lampedusa. هذا حتى برج الرومي مشك. مشك. هذا نوم العذاب. فهمت؟ ها ونوم العذاب. ها وشباب الثورة التونسية. فهمت؟ سبحان الله. معناها ها وش حصل للشباب التونسي من الثورة؟ عمل له الثورة وشوف وش حصل في الآخر. أبار الموت في البحر يا صاحبي، أبار الموت في البحار. أبار الناس اللي ماتت في البحر. حتى أنا ذهبت إلى لامبيدوسا. بقيت هناك تقريبا شهرين. وقابلت كثير من المهاجرين التونسيين، مرت لبعض الأيام ومرت للحظة فقط، حينما كانوا يمرون بلامبيدوسا على طريقهم إلى أوروبا الشمالية. أنا كنت أحلم أن أسافر الدنيا منذ طفولتي، وعندما كشفت الشعب في البلدان الفقيرة ليس عندهم حق السفر، فكرت هذا ليس عادلا وليس طبيعيا. لا توجد حدود على وجه الأرض، لكن الرجال ما زالوا يبنون الجدران والأسوار والحواجز والأسلاك الشائك والانفصال والاختلافات. لهذا السبب أصبحت لامبيدوسا سجن أمين تحت السماء، وفي نفس الوقت نموذج مثالي للصراعات والسلبيات كنتيجة الهجرة غير الشرعية أمام إشراف وسائل الإعلام الدولي. على الرغم من كل ذلك، كثير من المرات التونسيون واللامبيدوسيون وجدوا الطريق للاقتراب والتفاهم. E ci siamo, diciamo, messi a disposizione per queste persone che devono essere aiutate, non soltanto da noi, anche per quanto riguarda il governo, speriamo che faccia qualcosa lo Stato, diciamo, e sistemarle nei posti, diciamo, migliori da dove vengono. Noi non siamo ricchi,
Grazie, bella. Mangiamo la giornata. Grazie, grazie. Noi non abbiamo niente, io ho 550 euro, è una fidenza. Però, siccome sono mamma e capisco cosa vuol dire, non c'è cuore che può resistere a vedere tutti questi figli di mamma. E il governo invece, il governo nostro, e anche l'Unione Europea deve mettere sulla coscienza e dire noi non vogliamo niente, lei lo sa, però aiutate. Perché Lampedusa non può, non può, il cuore della Lampedusana è grande come il nostro cielo, non possiamo. Benani sta venendo, sono da parte di... Siamo tutti, una voce sola, tutti lampedusani, casa mia è piena di robe, tutta la chiesa, tutte robe nuove per questi poverini, tutti bagnati. Ma noi solo lo dobbiamo avere questo cuore. Siamo tanti. Non si tratta di stranieri, di cose. Sono tutti figli di mamma. E le mamme soffrono come me. Tan 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 Lampedusa! Cuore di mamma! Grazie mamma, grazie. Hai capito? Di mamma, perché tu hai una mamma che soffre come me. Hai capito? Grazie Gioia, grazie, grazie. Io non voglio ringraziato per quello che faccio, che già ce l'ho quello che me lo dà. Solo gli dico io, all'Unione Europea, alle persone che hanno un cuore, di avere un cuore come me di mamma. بعد أسابيع من ثورة تونس أصبحت لامبيدوسا لمبة تونس وعشت 10,000 تونسيين في كابوس هناك حتى بداية أبريل إلى أن أرسلت الحكومة الإيطالية سفونا لإجلاء التونسيين وإخلاء الجزيرة وبالتالي الروح إلى المهاجرين إلى مستقبلهم المجهول. إنها كررت أن الطبيعة خطى المهاجرين من البداية. وفي ماي 2020 عدت إلى تونس أين كنت فيها آخر مرة سنة 2023، فاكتشفت أن هذه البلاد الجميل قد تغيرت كثيرا، لكن في نفس الوقت رغم صعوبات الفترة الانتقالية لن تتغير أحلام شعب تونس. أنا طالب عمري 22 عندي 6 سنين 7 سنين نخدم في السوق لهنا في الصيف في العطلة فهم أحلامي نحب نكمل قراية ناخد ديبلوم أبخي ديبلوم نحب نشوف خدمة نشوف حاجة باهية إيه كما أي واحد معناه يحب يعمل إنفامين فهمتني؟ أنا مسكن في حي شعبي مسكن في منطقة يسموها المحمدية فهم؟ معناها عندنا برشا يسافروا ديما هذايا ديما حاجه معناها نورمال عندنا مع الاعمار الكل وفما زاد نساء معناها فما مش الاولاد بركه مش ذكور بركه
انا معناها نشوفها توا معناها في توا جوي كونتر معناها الهجره الغير شرعيه فهمتني. عندي اصحابي ماتوا ضاعوا في البحر فما اللي غرق في البحر. وهناك يعني احتمال كبير انه باش يموت جوست باش يمشي فماشي امل باش يسافر لايطاليا يعني يقاشي خدمه يعيش كما هو حلم فهمت. هذا حلم وانتحار فرد وقت يعني انسان يمشي هكا يرمي روح في البحر يشوف يوصل شوف ليه خسارة انه فما نستحلم هكيك يعني. الحرقة شيء اجباري اكثر منه اختياري. يعني كيفاش كون اجباري بالظروف بالوضعية الموجودة في تونس ككل والظروف السيئة اللي زادت تعمقت بعد الثورة خاصة وصعوبة العيش بطبيعة الحال هذه كلها حاجات تخلي الهجرة هذه ولا السفر هذه يكون شيء هو المهرب هو الطريق الوحيد للعيش. خرجت في 2011 خرجنا من حاج بن عيون انا وبرشا معناتها من ولاد الحومه فيهم حتى اقاربي معناتها ولد خالي ولد عم خرجنا من صفاقس مشينا للمبادوزا. كيفاش تمت الهجره وكيفاش خرجنا معناتها في ليله ونهار الواحد برمج واحد وخرجنا ومن سيدي منصور معناتها تمت الخرجه خلصت 1,250,000 وقداش من النص محسوب 65 واحد وشقف 45 اللي شد بلاصه في الشقف ما عادش يتحرك منها صحيح قعدت تبقى 25 ساعه شد بلاصه واحد وبرد نهارتها برد شوي وفي الليل بردت وريح والماء معناتها يدخل بين 25 ساعة ضع بين الشقف في البحر خلقنا وبدأ الشقف يعبي في الماء معناتها ساي أيسنا تجمعين من بعد رجع فينا لملكي شفنا حاجة بيضة هكا من بعيد فرهدنا شوية مشوا معنا حتى رجال كبار خرجوا معنا وصلوا ثلاثة أخوات هذه حومة كاملة معناتها وكان على اللي قدر معناتها غرق بينا ولا حاجة حاج بالعيون معناتها حاج بالعيون صغيرة معناتها تصير كارثة اختف بينا ربي الحمد لله الواحد منع من بعيد شفنا حاجة بيضة هاي بدينا نقدموا لها بشوي اللي ظهر لنا بالانسي نتاع مصير نتاع واحد سيسيليان بالظهر فيه واحد تونسي معناتها يخدم فيه واحد تونسي حكينا معاه واحد وقلنا له راسه اي معناتها باش يغرق بينا الشقف كلموا سكادرا طليانية قالوا لهم طلعوهم معناتها طلعوهم فوق في البالانس هيك هو معناتها هذيك الحاجة اللي منعتنا طلعنا الناس كله والطريق معناتها كنا جايبين طريق بالغالب دخلنا فتنا المياه الاقليميه وصلنا لايطاليا وباش ناخذوا الدوره وباش نرجعوا لتونس فهمتني كثر ما الرئيس مش مفهم شيء لما ركبنا في البالانس لامبادوزا بقينا حكيت 5 سوايع معناتها ما زلتوا بعاد هوش ما حتى المزوط ما عادش عندنا اخر بدون صابينيه وسايم نبقوا طافيين معناتها في الماء احنا ديجا ركبنا منه وهبط منه واحد الشقف وزلق من الذهب شوي بشوي
الناس اللي يحرقوا يحطوا في عينيهم الموت وإلا يوصلوا للبرا، رغم أني نسبة الموت تكون أكثر. هذا عمره ما يكون اختيار كي يكون تكون فيها نسبة الخطر والريسك والموت أكثر. بالتالي هو الشيء يعني الإنسان يكون مجبور عليه من ناحية الظروف. نحب نسافر مي حاجة قانونية، فهمتني؟ غير شرعية لا، حراقة أنا ما نحبش. باغ كونطخ مشيت راني قبل، جي بارتي 2006 2007 aussi توقفت. فما بليزيوغ فاسون معناتها حرقة، فما حرقة في الماء، فما حرقة في البرد. خويا حط بوز دوبلو جنب، فهمتني؟ وانت حرقت يعني؟ حرقت قبل هاي هذيا في البورد، البورد رادس هذيك تاع رادس نتاع مش نتاع الركاب نتاع القلويد الاخر نتاع لي كونتينر نتاع السلعه. سلام. انا 3000 كانت عندي سياسه كبيره عليا كبيره عليا. شكرا يا العفو. نقراو نحن في الليسي هذا في 2006 في وجاتنا كل فاكونس، فهمتني؟ وعندي شكون معناها دي مون كارتي اللي سون بارتي في الفازا هذه معناها نتاع لي كونتينر ايتو، مش كونتينر رايح ديت كونتينر سي باش، فهمتني؟ تضرب الكونتينر تدخل تسكر كونتينر افيك دي سكوتش ولا افيك دي، فهمتني؟ تلقى دي كارتون فيها تحل لي كارتون ايتو. فما هي برشا حاجات يهزوا فيها بسلع، هو متاع سلعة معناه البابورات متاع سلعة هذو. والحومتي مات في البرد، اللي مات في البرد عفص عليه الشاريو هذاك الكبير اللي يهز كونتينر الشاريو، فهمتني؟ اسمه أنيس هذاك، حاسيلو كل شيء في بلاصه، سنيه في بلاصه، هذا في بلاصه، ميت حاسيل ابرسا. فما شكون تضرب معني خاطر هو شنو، فما سور عالي وفما حاكم فيه وفما تو. في 2006 تشديت جي باسي 3 جوغ، تشديت في 2008 aussi جي باسي 3 جوغ في وقوف في بوشوش في تونس في بارد ولا هنا، فهمني؟ بقيت تعمل معناها تخرج محكمه وتروح، فهمني؟ برسا قلت لك مني انا صغير معناها في الحومه نسمع معناها هذا في 98 99 ماتوا معناها ولاد حومتي زاده، فما 8% قلبت بهم الفلوكه، فهمتني؟ زاده الكل ماتوا، ما فما حتى حد. بعد زادا جات في 2005 زادا هكاك ماتوا 26 26، مي هذوما فيهم معناه من برشا بلايص في تونس، فهمتني؟ مش من محمدية بركة، فما من كبارية، فما من جبل جلود. حالة واحدة لبحار كثيرة، التقينا قبل هذا الوقت في هذا المكان ورمينا حجرا في الماء، مر السمك الأزرق، عادت موجتان وتموجنا. أي سفر بالنسبة لي أنا هو الحرية، مفهماش كلمة أخرى تعبر على الحرية بخلاف السفر. إذا كان أنت ما تنجمش تسافر أنت ماكش حر. السفر حاجة مهمة، حتى تعمل درج في مكان ما أنت ما تعرفوش، مش بالضرورة الحي اللي تسكن فيه، أي بلاصة أخرى، حتى تمشي 10 كيلومتر تلقى عباد أخرى ما تعرفهمش وما يخموش كيف وما تخممش كيف، ويخزرولك على أساس أنت غريب وأنت تخزرهم على أساس هما غرباء. فمهم السفر السيمان حتى في قصر ولا كل واحد ريت البابور خارج وانا قصر كيفاش بابور خارج وانا قصيت له عمان، مش نطلع فيه ونمشي لإيطاليا. هذا الحي متاعي معناه، حي الزهور في تونس، مكان جميل جدا ما فيها شيء يعجب، منظور في كل شيء ما هو جميل في الحي، كل شيء خايف في الحي اللي تشوفه العين، اما فما روح، فما حاجه سحريه في
في اي حي انت تتولد فيه وتعيش فيه، فما حاجه تحسها احساس مش تشوف ولا تسمع. وعندك اولاد حومتك اللي عشت معاهم وتربيت معاهم، عندك عندك برشا عباد عشت معاهم لهنا وعندك معاهم ذكريات وعندك الحومه معها ذكريات وعندك برشا حاجات معاها. وش نوع الجميل فيها؟ الجميل فيها انها ما هي جميله، انها جميله، هذاك هو الجميل فيها، انها ما هي جميله هي. اما العباد تحبها وتعيش فيها. انا كنت قبل نسافر ان كنت نحلم اني نهاجر، كلك قلت لي لازمني يعني نخدم في بلادي قبل وبعد، مش نحب نهاجر، نحب نبدل الافكار وكهو، مش باش نهاجر نمشي البلاد نعيش فيها، نعيش شهر شهرين اي، اما مش بلوك. مش أبي كل من فوق اي واحد تعمل لك كده تبني 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 تبني. عباد أخرى معناها تلعب موسيقى، عباد أخرى تخمم، تشوف الأفكار اللي زي في الموسيقى وفي في غير الموسيقى، تشارك معهم في تبادل الأفكار. ممكن أهم حاجة في السفر أنك تكتشف أن في أي بلاصة في العالم فما القيمة الإنسانية، لأن الإنسان في الأماكن كل في العالم هو نفس الإنسان، خارج الحدود هذه متاع الدول وخارج الحدود متاع التقاليد نتاع المجتمع، تلقى انه فما برشا مشترك. وين سان بيترو؟ وين الراتسا كاتسا؟ وين السكورب؟ وين الباليستا؟ وين ويل؟ ما جاتش الفرصة باش سافرت، باش نسافر ما سافرتش، لكن نحب نسافر. انا من الناس اللي نتمنى لكن نحب نسافر برشا، اما مش سفر الهجره لغايه الهجره، يعني مش نسافر باش نستقر باش نخدم برا ولا باش حياتي تكون في الخارج ولا لا. ما حبيت لو كان تكون حياتي مرتاحه في تونس وعندي خدمه ومرتاحه ونسافر لغايه السفر سياحه، اما نحب نسافر برشا. كان نحب نسافر اول حاجه اول بلاصه باش نمشيها جامايكا، بعد نمبر 2 لامبادوزا باش تولي لامبادوزا حره حره وطليان على بر. في بالنا باش نلقوا وين نبيتوا وين باش نرقدوا وين باش كيفاش نعيشوا، معناتها في بالنا حاجه اخرى. بقيت 15 يوم نرقد في الجبل، لا ثم الطوات لا ثم جدالي باش الواحد يلقى وين يرقد، لا ثم وين باش يدفي روحه. دوش ما فهمش الواحد، ما عندوش فلوس باش ياخذ جيتار ولا شي حاجه ملاح، ما عندوش فلوس باش حاجه مشاعره، معناتها ولينا كيف يا اهل الكهف يجيبوا لنا مقرونه نبدو شادين الصفره 32000 واحد 33000 واحد نبدو شادين الصف كل مذبه وفوق الجبل نعبطوا باش ناكلوا نرجعوا للجبل، شيء اسف معناها.
ما فهم التواليتات معناتها مسخ كيك خارج كيك فهمتني مسخ بتاع العباد طيب مسخ في كياس كيك فهمتني بقي باكي ما مرضنيش معناتها من بعد هزونا الفرقونة معناها كل واحد كل مجموعة في بلاصة أنا مشيت لكامبو باسو من كامبو باسو بقيت فيها 12 يوم بعد عطوني برميس للسيجورنو سايبونا في روما في روما نسرح نجيب عشيرة كيف ما فهم عبيد سافرت كيف ما فهم عبيد جدد تونس هكا ولا؟ نعم كيف كيف؟ معناتها فهم عبيد أمنت بالحكاية وتحب تكملها ورغم المشاكل السياسية لكن فهم عبيد ما تراش حلمتها لهنا وحقهم هذاك حقهم شي سافر لكن نظن كي تحسن الظروف ترجع الناس كل خاطر برش عبيد قاعدة ترجع فهم عبيد قاعدة تسافر وفهم عبيد مشيت عاشت في الأوروبا ولا اللي هو قاعدة ترجع معناتها ترى أنه ما حتى غادي عبيد عايشة في الميزيريا معناتها كإترانجي متنجمش تعيش معناتها أوروبا معناتها إيطاليا بصفة عامة إيطاليا راهي ما عادش إيطاليا معناتها تحسها بلاد صايي ما فينيش ما عادش فيها باش تمشي تخدم عندك حاجتين يا تسرق يا تخدم الغدر هذه إيطاليا يا تسرق يا تخدم الدروب الحمد لله ما عندي شكون أنا غادي كالاني وعشت شهرين لاباس الحمد لله متفرهد فرهدت شخت دورت حواست ما غيري معناتها ما ملقاش باش ياكل الناس مطيشه في الشارع الناس ما عندهاش يبدا يدور يمد في يده باش يدبر ان اورو ولا دي اورو باش يمشي ياخو كاسكروت وكعبه شراب يعدي بها نهار كامل نهار كامل يومينك ياكل يومينك ياكل المهم يدبرك الكاسكروت هذاك باش ياكلو وحاجه تشيخو في راسه باش ينسى الهم ياسر ميزيليا وياسر هم تشوف العباد كيفاش راكدة في الشارع عباد ما عندها وانت ليه تراكدة في الشارع في الثلج شوف في الثلج العباد كيفاش عايشة انا روحت انا علاش روحت روحت في الهنبر ليه تونس عايشة في تونس لوحد في دارهم شوف امه وبوه ويخدم يمشي يخدم يجيب الكتب من ربي وبحذاه امه وبوه خير لي من الدنيا وما كان اكثر ولا اقل عايش هاني وتسأل عالأحوال أهبط من قصرك العالي واسمع ما ينقال الشمسية تنساي والمنع بطال حبيت نجنح ونطير لكن فاتت لاجال يلي عايش هاني وتسأل عالأحوال أهبط من قصرك العالي واسمع ما ينقال اهبط شوف شوارع المدينه في كلام الليله نفس السيناريو يتعاود جنورا جيلة نعيشوا ضد الدوله وسيستمها العليله اسطور اللعبه يا مان ونظف التحليله قداش من الاستياف راس ماله مخدع وحسيره واللي يحكولك راسي ريقدو تخبى وفحريره قداش من مظلوم وحده في طريق يسير يسأل في نجوم الليل زعما تعطي شو تبرير يلي عايش هاني نشوف الناس كل يوم قوي في السرعة تخدم ليل ونهار وراس شهر تطلع للقرعة من حكم لماريكا زادونا جرعة يحبونا كل هوايش في الطبيعة ترعى عايشين في دوخة عملوا لنا حظر التفكير خذ حب درسك يا عمان خذ حقك في التعبير كي قلت الخوك وكن عبدا حقيرة هبط راسك لسيدك في الصف انت الاخير يلي عايش هاني تسأل على الاحوال اهبط من قصر ما قلتش خيط بيه مش وصلني طالب حبيت نجنح وانتير لكن فاتت لاجا شوف الشباب
شاب فيه الشعور خمم في طريق الفصعى يحب يشوف النور عايشين في الظلام في مدينة دايرها سورة تعيش غريب في بلادك ما تروح وما تقول نحب نعبد قورية جبنا صغير الكرم ان شاء الله هنا يلقاو معناه سوليسيون باش يوعيو معناه لي جون فهمني خاطر لي جون كيفاش غلطوهم فهمتني غلطوهم اللي زي نعرفش انا كيرا شكون جاي من برا من الاوروب معناه اللي زي مغربي معناه اللي يعيشوا غادي نحن التوانسه ولا اللي زرجانيه اللي يعيشوا غادي كان برا كيجيو لهنا معناه يعطيو ايماج معناه للصغار خايبه فهمت يقولوا لهم معناه يشوف هو كرهبة ويشوف لبسه ويشوف درشناو ويقول لك لا بيل في غادي كان نمشي نجيب فلوس نمشي درشناو هو يمشي غادي كان معناه للريسك ولا يمشي يبيع دروغ ولا الريسك طبعا الحلال انتي ومخك غادي تحب العيش انتي ومخك تحب الريسك تحب الحلال انتي صحيح احنا في تونس لهنا كثروا علينا بالكذب ياسر عن الجاليه التونسيه تعيش في اوروبا ياسر يكذب كنت نتصورها معناتها اوروبا حاجه كبيره معناتها حاجه باش تمشي غادي باش تخدم باش تصور الفلوس مش تعمل مستقبل بيد ربي سبحانه لكن الواحد هذاك هو مصور غرطته فهمتني ولا اوروبا ومشي ومن بعد شفت واحد شاف الحقيقه معناتها حقيقه مره تعذبنا ياسر حاب نسافر لملاقات ناس جدد افكار جديده حضارات اخرين ثقافه اخرى يعني نكتشف عالم عوالم اخرين يعني هذا هو يعني التفتح خاطر انا نحب ياسر العلاقات الانسانيه ولا الطبيعيه ولا اللي تحب انت مع اي حاجه مختلفه عليا نمشي لها يعني نقدم لها فهمت ديما نلوج عليها حتى كان في بلادي يعني ديما نمشي نبرمج كيما عرفتكم توما ايطاليا ومصر يعني عندي انا ذاك حلمي حتى ملي انا صغيره هو سفر معرفه ناس جدد وخاصه الناس يعني لا عندهم حتى علاقه بالمجتمع نتاعك ولا حتى شيء فهمت الدين ما يهمنيش في الدين خاطر بالنسبه لي الدين هم يعني اكثر حاجه تبر تعبد بالعبيد دونك ديما يقعد الفاس فاس يعني ما بين الانسان والانسان هي احسن حاجه في الدنيا التعامل كانسان مش ك انت مجتمعك ولا دينك ولا الحاجات اللي لاماس اللي هي المجتمع والاخر هو اللي حط عليك فهمت تنجم تكون انت ديك بالك شتريني نرتع في بار ايطاليا يا بنيا سكوزا ابرس لعزوزا حبيبه تشاو حبيبه تشاو حبيبه تشاو 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 كيف البايبيلي من لامبادوزا صغرت وتعيلي الرحمن روح بالباكو واللامبرجيني أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو 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 من غمض عيني كما تصافيني جيبلك في عرسك بنتي ما لو كرينا جنة بغينينا أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو 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 لو كان غرقنا موتنا بلاد فينا روحي ترجع لك كنتش ناوي نعطيها قلبة أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو 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 كرموش الغلبة والعيشة الكلبة سكروا في وجهي البيبان راني مجنون بالبود الليس أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو أحبيبة تشاو 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 الروح في صندوق يا إما عريس نرجع لبلاد البولي وانت تحب تبقى او تسافر توا معناتها نسافر لسبب معناتها ما سافرش للفراغ معناتها ما سافرش للسفر معناتها سافر لبلاد اخرى لاسباب معينه معناتها خاطر صعيبه برشا اليوم مش كيف قبل اما اليوم الاسباب اللي تكون مربوطه بالموسيقى زيت انك تحب توصل حكايه معناتها كل ما تسافر باش تعرف على عباد اخرين وباش تصير اكسبيريونس تفيدك في الكاريير نتاعك معناتها ما تكونش الحكايه مربوطه باطار معين وببلاد معينه كهو
en plus فما دي ميساج يونيفرسال مع العباد الكل معناتها تنجم توصل لعباد اخرين. الفيزا لإيطاليا ولا لفرنسا ولا صعيبة معناها تحب لك برشا فلوس. أنت الحل الوحيد الحرق. حلت هي الحرق حلت بعد الثورة. بعد الثورة العباد ولت يوميا معناها الحرق. هو العالم فينا المو دون حدود. العالم بطبيعته هي حدود وهمية. التقسيم هذا الموجود في العالم خلقته المستعمرات. هذا متاعي وهذا متاعك وما تدخليش وما تدخلكش. من بعد كي تستقل البلدان تولي تقعد عندها نفس الحدود. هي استقلت اما عندها نفس الحدود. الحدود اللي عملها لها المستعمر تقعد تعيش به. وهذه هي المشكلة. واحد كي يستقل وش يستقل لك هاو. يستقل يولي حر. وين حر؟ الحرية وين فينا المو؟ استعمرت بلدان. وتحرت وصارت ثورات وبعد ثورات صارت ثورات اخرى ومازلنا نرجع بالتوالي. العالم الكل راه مش تونس. العالم الكل يرجع بالتوالي. انا حلمي نرجع لتالي شوي. انا احلامي مش في العصر هذا. ممكن في عصر فات وممكن في عصر باش يجي. اما تو ما نحلم حتى شيء. نحلم ان شاء الله الناس الكل تعيش لاباس وكل العالم الكل يعيش لاباس وما فماش مشاكل. ان شاء الله ما فماش مشاكل. كانت تتنحى معناها حاجة اسمها فيزا في العالم الكل. معناها كانت تتنحى طب في بلاست ما هو يمشي في ريسك وفي البحر تراك كيفاش في فلوكة برشا فلوس يدفع باش يمشي يموت وإلا فما نسبة متاع 5% أنه ينجح ويوصل لإيطاليا. كي تولي بلاش فيزا يولي 500,000 ياخذ طيارة يمشي يعدي شهر جماعتين في إيطاليا ويشوف وكان لقى مثلا كونترات تخافاي ولا حاجة مش يقعد غديك يقعد سينو ما لقى شيء أوتوماتيك مو بشي روح. السفر حاجة باهية باش تسافر لغاية السفر تستمتع بالسفر. أما باش تسافر باش تلوج على خدمة وتمشي لبلاد باش تسافر ما تحسش بالقوة ولا بال يعني ما تحسش بال ما تستمتعش بالسفر هكاك. أما كي تكون يعني إنسان متفرغ في السفر أكهو تستمتع أكثر. كي تمشي لبلاد تسافر باش تعرف تاريخها تعرف شعوبها تعرف حضارة البلاد هذيك. يعني تكون سفر لغاية السفر والاستمتاع. يعني عايش في غلطان انا المواطن عايش بين البنايين في
تشرب عيون فرحان وستة يا محزينة ما تقولش سكاتي خوف سكاتي يا حكية كثر لك لما لحالي في دولة حد يجنية تحكيت كثير ملقيتش كون اسمعني كان الأحبس لي عطشني وجوعني نحكي بسكوتي لازمك تفهمني ما تقولش خويا خايف هكا تظلمني اغسل عيوني واقرا معاني الخزرة تفهم لسكاتي وراه برشا حكاية دي انا ساكن لسكاتي ليه نهاية في وسط الظلام انا يمشى مع ضوايا وغدوة الشوكة في حلق اللي ظلموني انت معايا العالي والله ما يقدوني سلاح الحب للبلاد اللي جابتني لازم ندافع عن الناس اللي حبتني ما دافع ما يد نحط طلفة راه يعينينا حية تخسر في وسط الظلام انا المواطن اللي جنات عليا السلطة انا المواطن فوقكم عايش في غلطة انا المواطن عايش بين البينين في الشام عايم فرحان وستة يا محزن يتبدأ بحلم ومن بعد يبدأ يتحقق بشوية بشوية حتى لين توصل للهدف متاعك في الدنيا في أي دومين. الناس كل كي يبدأ صغير يبدأ يحلم بشي يولي حاجة حاجة معينة والحلم هذاك يبدأ يكبر معاك بالعمر متاعك حتى لين توصل له معنى الأحلام هما اللي يخليونا يساعدونا باش نعيشوا في الدنيا وباش نحققوا الفزات انا فنان غنين هما شباب غنيان شباب بطال كامل يحب على خدم ملقاش خدم شباب ضايع يما النيني يما دلي قبل كان عندي برشا احلام كنت نخزر نشوف الدنيا معناها ورديه اكثر الحلم الوحيد اللي حققتني كملت قرايتي ما فما حتى حلم اخر تحقق بقى الحلم الوحيد تويكا هو اني شد خدمه نلقى خدمه مع صعوبات الخدمه اللي موجوده توا تعرف مشكلة تونس مع الشماش كنا نحلم كنا صغار يعني الأحلام اللي كنا صغار كانت أكبر كانت مفتوحة كانت أحلام خيالية لكن كي تكبر وتصطدم بالواقع تفهم إنه الأحلام لازمك تخدم باش تحقق الأحلام بتاعك لازمك تولي تجري ورا الأحلام كان إنسان ما يحلمش ما يوصلش سيم فماش إنسان في التاريخ حلم إنه بشي طلع وقال نحب نطير معنا راهو الإنسان ما اخترعش طيارة وطار معنا هو اللي ما يحلمش ما يعيش فهمت معناها يلزم تحلم باش نجم تعيش ويلزم تتخيل حاجات باش نهار توصل معناها توصل لهم فهمت معناها احنا كان ما جيتش وانا صغير نحب نحلم باش نلعب موسيقى ولا نلعب جيتار راني تو مانيش نلعب جيتار دون حلم لا يمكننا أن نعيش ولا يمكننا نعيش فقط في الحلم مثلا أنا عندي يعني أتبع قراري يعني في الحياة أنه يجب أن تحلم حتى وأنت في اليقظة يعني. إذا كان ما تحلمش وأنت في اليقظة يعني حتى حلم يكون حلم يعني بسيط جدا حلم ان اكل البسكويت الاخيره بالشوكولا مثلا هذا حلم واستمتع بهذه اللحظه يعني ليست احلام جوست ماديه فقط يجب ان اكون لي سياره وبيت كبير وان اكون ستار لا حلم حتى في الاشياء البسيطه جدا يعني حلمي ان اجلس في المنزل واتفرج في التلفاز ولا افعل اي شيء واكل البطاطا مثلا هذوما الأحلام أحلام يومية فما أحلام كل واحد وشخصية نتاعو حلمه فما عباد يريدون يكونوا غنيين جدا فما ناس يحبون أن يسافروا في العالم كل أما حلم
كل واحد عنده حلم نتاعو. هذا الحلم بدا بفكرة متاع 4 أشخاص، فكرة إنشاء استوديو تسجيل مجاني فيه إمكانية يعني تسجيل بدون مقابل للشباب التونسي اللي عنده ما يضيف الفصاحة الموسيقية أو أي نوع من التعبير الصوتي، ولكن ما عندوش الإمكانيات المادية باش يقوم بشيء هذا. فاحنا خممنا في الأول أن نعملوا استوديو تسجيل هذايا، لكن من بعد اضافت مجموعة أخرى من الأفكار، كما مثلا أنه يكون المشروع ممول ذاتيا، ثم تمويل خارجي قاعد يطغى على ساحة المجتمع المدني، الجمعيات والمنظمات. فاحنا اخترنا أن نخدمه خارج الأطر هذايا، اللي هي نعتبرها تقيد المشروع متاعنا. الحاجة الثانية هي التنظم الذاتي، اخترنا انه المشروع متاعنا ما يكونش مملوك للـ4 أشخاص هذوما، ولكن هو يكون مساحة للتنظم الحر. فخدمنا على الشيء هذايا، وتوا كونا مجموعة متنظمة في وسط الكوليكتيف هذايا بلاش حس. ونحن نعتبر الحلم هذايا ممكن. عندي برشا أحلام، يعني ديجا نتوما جيت غادي حلم تحقق مثلا. حلمي اني زيد يكون لي يعني امبوز يعني يجب ان اكون موجوده في عالم الموضه في تونس وفي العالم. هذا هو الحلم تاعي انا ملي انا عمري 7 سنوات او اقل يعني. وبدات بتحقيق هذا الحلم مع بصناعه البيجو. الاحلام في تونس بعد الثوره، ثوره وسيله توصل بها للأحلام تاعك، وثورة ماش محددة بوقت، ثورة مستمرة. أحلام الشباب تحطمت كلها بعد الثورة، هي بتحطم طوى أكثر وماشي تتحطم. فمع عبيد ما عندهم حتى أمل يعني، حتى حلم حتى شيء يعني. عبيد قاعدة تقتل في روحها، يعني الشباب قاعدين يموتوا يعني بالرصاص، يعني الرش هذا اللي أصاب كثير من الشباب العماء. يعني ماذا تريدين أن أقول لك؟ يعني عن حلم، هناك ناس في تونس ليس لهم يعني ثمن خبز، يعني الخبز هي أقل من 200 مليم، ليس لهم ثمن. تقولي لي حرية وثورة، وطالما هناك فقر يعني شيء كبير جدا وبطالة، وهناك نفس المافيا التي تتحكم في البلاد لكن بصورة جديدة وبتلميع الصورة باستعمال الدين يعني غير معقول. تحس هي الحكاية، ما تبدل شيء كما قبل كما تو. حتى العباد اللي دخلت تخدم شنية شهرية، معناتها لما حالتين الناس تخدم على الحظائر ولا على الآليات، الناس تخلص في 120 وفي 240، تلقى عنده زوج صغار يخلص في 120 ويتزوج وعنده زوج صغار. زادت متأزمة شوية الحكاية. إيه التونسي كان يحلم قبل الثورة، كان مقموع، كان يتصور اللي باش العيشة تكون أحسن بعد الثورة، على الأقل إنه يكون قادر على توفير كل الضروريات باش ما نوصلوش للكماليات. لكن ما رأينا اللي بعد الثورة تعمقت الحالة السيئة، نسبة البطالة زادت، فما دي شومور اللي هما عملوا الثورة على الخدمة هما ما شدوش خدمة، وزادوا العدد ولا أكثر، المعيشة ولات أغلى. يعني الأحلام ما تحققتش، لكن بالعكس زادت أحلام أخرى.
هو فيه نوع من التشاؤم ذلك، ولا حلم التونسي انه يرجع يعيش كيف ما كان، ما عادش للاحسن، ولا يحلم انه يرجع حتى كيف ما 4-5 سنين التالي يزي. يعني جي ليلى هنا ترجع لتونس، هي وسيد الرئيس زين العابدين بن علي. من اللي جا سي المرزوق هذايا كان لا ميزير، والسلفيين قتلونا ما خلونا حتى شيء. بون فما شكون يتصور اللي هذه يعني ضريبة التغير، هذه وضعية عادية بعد الثورة، إن شاء الله تكون هي ضريبة الانتقال من وضعية إلى وضعية تكون فما صعوبة ومن بعد يكون انفراج، إن شاء الله تكون هكاك. لكن التونسي ماهوش متحمل توا حتى يعني ضريبة باش يدفعها. البلاد يمكن هي بعد اي ثوره تصير معناها تطيح، معناها كريز في البلاد الكل، وما فماش سيكوريتي، ما فماش حاكم، ما فماش حد شيء. نتصور اللي جاي خير، ما توا بور لو مومون مازلنا انكور تعبين شويه، فهمتني؟ برشا لي بري سون اوغمونتي الدوبل و التريبل، مام في الخدمة معناها التوريزم باغ اكزومبل، راك تشوف فما برشا حاجات، فهمني؟ السلافيس طلعوا، وان شاء الله نحن نقولوا معناها اللي جاي خير وكهو. الخاطر اللي صار في البلاد انه العباد الكل من الاول ثورة، و صارت فترة 13-14-15 جونفي العبيد الكل مع بعضها، وفي الأحوام العبيد الكل سوليدار مع بعضها، جيت بعد تفرق الشعب، معناتها وليت مسلم وكافر ويمين ويسار، والأحزاب فرقت العبيد، وليت ما عادش الحرب، وليت في الشعب، فهمت؟ والعبيد اللي صارت على خاطرهم الثورة ما تحسنش وضعيتهم، ما قدموش، ما صار شيء، معناتها ما تبدل شيء، هذاك علاش مسكين يا بلادي. أنا وياك على البيسبوك أصحاب مع بعض، قول له نطلب، قول له نطلب، أعمل هك، أعمل هك، أعمل هك، أعمل هك، مع بعض، مع بعض. أنا متفائل باللي يصير، أنا ديما متفائل، مش مستقبل تونس برك، حتى مستقبل ليكيب ناسيونال كانت كور في الكوب دو موند، قبل ديما متفائل اللي تونس باش تهز الكوب دو موند، أما هي ما تهزش وتروح من الطور الأول، أما أنا ديما متفائل. ديما متفائل للبلاد هذه وللشعب هذا، انا ديما متفائل للبلاد هذه وللشعب هذا وللعالم هذا زاد، خاطر كان نحكيو على بلاد وعلى شعب نولي ونحكيو على حدود ونولي ونسكروا على رواحنا اكثر فاكثر، واللي هو العالم الكل حاجه صغيره ياسر في حاجات اخرى احنا ما نعرفوهاش، احنا نعرفوا الكره الارضيه برك في وسط حاجه ما نعرفوهاش، والكره الارضيه عملنا فيها حدود وزدنا ضيقنا وسكرنا اكثر على رواحنا، ما فما حاجات ما عينيك ما تنجمش توصل لها، واحنا مسكرين لارواحنا في وقيده العلبه نتاع لقيد اشترك تك 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 ريتها اشترك تك 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 في العالم هذا مسكروا على رواحنا في وقيده، فما حدود في الوقيده هذه مسكروا على رواحنا. anche gli uccelli sembrano mezzo pazzi. Scattano anziché volare, sono rapidissimi, secondo me stanno acquisendo dell'aria. No, no, a quest'ora sono sempre così. Sì. Guarda, guarda. Sfrecciano. اليوم تحاول تصلح، تحاول تتفك، تحاول تكمل اللي بديته، معناها تكمل ثورة بطريقة أخرى، معناها إنه الشعب يفيق اليوم على برشا حاجات ويطالب بحقه، معناها ما يسكتش. شعبه الغريب، وفماش حتى مواطن يخمم كيما خوه، فماش فكرة واحدة، مخضرم الشعب التونسي في راسه، تلقى مجموعة من الأصدقاء 3-4-5 من الناس كل واحد يخمم في اتجاه، فينا المو عندهم برشا نقاط يتفقوا فيها أو برشا نقاط ما يتفقوش فيها، برشا نقاط، هذا حلوة الشعب التونسي أنه متنوع. نحلموا باش نبدلوا حاجات ونجموا معناتها،
معناتها كي تعمل حاجة وتوصلها للعباد معناتها العباد تولي تشجع العباد باش تحلم إنه ممكن يعني. لكن لازم ما تبقاش في حالة الحلم هكا، لازم تمر للأكسيون، تمر للفعل. تبدلت في هذا الكل، تبدل حتى شيء، الدكتاتورية مازالت والقمع مازال والنظام الاقتصادي نفس النظام الاقتصادي، وممكن الحالة الاجتماعية للتوانسة مازالت ولات أخيب. دونك الأحلام مازالت هي بيدها، ما تصورش تبدلت الأحلام. التوانسة مازالوا توا يحلموا أنهم يحرروا رواحهم من الهيمنة تاع الناس اللي تحكم فيهم، الأقلية اللي تحكم فيهم، من تبعية في القرار الوطني بتاعهم للجهات الأجنبية. ما نتصورش إنه أحلام كبيرة كما اللي فكر فيها التونسي قبل الثورة ممكن أنها تتغير. تصور أقوى بيسر من أنها تتغير بالوقت. بيساير في فلسطين نجاشكم بارازال ليهود عملوا التخطيط والعرب بقورتال وسامحني ما فقناش بالزنة فالزن وموال فلسطين قاعدة تموت يوم ورا يوم. شوف وضع العراق ووضع أفغانستان تغلى سوم الدولار والخص سوم الإنسان والناس في الأفريق في العريان وجعان دي ناس ماتوا بالشر زيرو سلم وأمان. أنا المواطن اللي جنات علي السلطة، أنا المواطن عايش في قطر، أنا المواطن عايش في البنية في الجمعة يوم فرحان وستة يا محزن. هل أتتكم أخبار إفريقية دولة صغيرة حلمها الديمقراطية شعب مسكين ينادي بالحرية حكم البلاد في أيادي قطرية. هل أتتكم أخبار إفريقية دولة صغيرة حلمها الديمقراطية شعب مسكين ينادي بالحرية حكم البلاد في أيادي نهضاوية. أنا المواطن اللي جنات علي السلطة، أنا المواطن خلقه عايش في غطر، أنا المواطن عايش في البنية في الجمعة يوم فرحان وستة يا محزن. نحب نعيش في تونس بسيئاتها وبحسناتها بكل شيء. نحب تونس، انا من الناس اللي افتخر اني من تونس، مش الضب اني نعيش برا، لكن انا نعرفش على شنو المفاجئات المستقبل يعني. انت عليك الامراض عليك يا تونسي مسيح الحر يا مشتاق ثانية ميك ويبنار. انت عليك الامراض عليك يا تونسي مسيح أكيد نحب نعيش في تونس، أما مش نعيش في تونس ملي نتولد لين نموت وأنا عايش في تونس. ليه؟ نعمل ساعات هربات لمكان آخر. حتى في تونس بيتك تعمل تنقل في تونس من ولاية لولاية ولا من مكان لمكان، أما مش في تونس. تونس تتولد في مكان وتعيش في مكان وتموت فيه المكان وتمشي على راحتك وما تعرف حتى شيء آخر. مش ممكن، أكيد لازم تسافر وتشوف حاجات أخرى، أما ترجع فينا المول تونس. ترجع اللي حاجتك بيه جيبه لتونس. شنو تحب تعمل؟ كيفاش تحب تعيش؟ تنجم تعمل كل لهنا، فما حد شيء مستحيل. خاطر مش تمشي لبلد أخرى باش تتحسن أمورك ولا باش تلقى خدمة وإلا باش تلقى أي حاجة تحلم بها موجودة، امبوسيبل، مستحيل تلقاه موجود شيء هذا. تنجم اللي حاجتك بيه مش موجود في تونس تنجم يولي موجود في تونس. تنجم تستعين من حاجات من بلدان أخرى، من عباد تعيش في بلدان أخرى، من أصدقاء من بلدان أخرى. أما باش تخرج تعيش في بلاد أخرى باش تحاول تحقق أحلامك، أنت أحلامك حلمتها في تونس باش تحققها في بلاد أخرى مستحيل. حلمت في تونس لازم تحققها في تونس. هذا هو.
زيك الحرية مش زي ثانية ميك ويبنك انسى عليك الحرج حياة يا توسي وسي للحرية مش زي كانت جومي تعوعني من نومي الشمس تتحشم كي كانت الراحة توجعني كان قلبي فلح من حزن كان قلبي سبينة ترحني كان قلبي بحار موشم كان قلبي حكومة تسمعني كان قلبي بنا يمعلم نحط سدود على منافع احنا نعيش انا رخيص وتابع لعندي بني على السابع انا اخوكم تنسي زوالي توبان على حيوتي لنقول كلامي سكوتي لنخبى اسراري في بيوتي لنخاف الحاكم فولاني انا اخوكم تنسي زواني بيك اب بيك اب التشهير هو بعد ما خروحي مش باهي في التصويره قلت سوبريمي دو سجل صوتك هاو صوت بلا صوت سؤال اخر يا لكه قلبي ما تقولوا لساني حرام يجمي وسكاكن عينيكم مازال في صدري كلام انا والجوع وتفكير الممنوع دموع الناس هي سلاحي انا في بلادي صوتي مش مسموع علمات وزاد واحد شحيد عليكم قلبي كي ذوبتوه العباد شحيد عليكم بيتي كي خنقتوها بباد شحيد عليكم لي ماتوا ما عملتوش احساب اشي زقيتوها هالتربة بس نعتد فينا كلاد مسكينة يا بلاد يا بلاد لا تحلم يا الامام نصفر لكم سلم على جيلي التونسية التالية وين في لامبادوزا شكون؟ العبيد اللي في إيطاليا معنا كلاندستين غادي نحطوه في ساكولا؟ اي ايوه باي باي انا هيا